ده مهم قوي. خلينا احنا معانا على التليفون الاستاذ احمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه. استاذ احمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، وكلمنا على الاجراءات اللي اتخذتها وزاره التموين. الحقيقه في جزء احنا من توفير السلع بزياده، خلينا اقول بزياده، ضخ سلع اكتر للمواطنين، ومواجهه كمان يعني ما يحدث من استغلال وانعدام الضمير للبعض. رقم واحد بس انا خليني اطمن الساده المواطنين من خلال حضرتك، يمكن اكدنا في اكتر من مناسبه واكتر من موضع في اجتماعات الوزير سواء مع رئيس مجلس الوزراء او مع الساده المنتجين والموردين، رقم واحد يا فندم ان كل السلاسل التجاريه والموردين والمنتجين كانوا في اجتماع الاسبوع الماضي مع معالي الوزير واكدوا ان كل مستلزمات وخامات الانتاج متوفره في مصر لمده لا تقل عن 4 شهور، ده بالنسبه للقطاع الخاص الحمد لله. رقم اثنين، وزاره التموين عايز اطمن حضرتك على الاحتياط الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت والرز، كل سلعه من دول لا تقل الاحتياط اللي عندنا والكميات سواء رصيد فعلي او تعاقدات او موسم توريد محلي للقمح او السكر عن 4 شهور داخل البلاد. فالحمد لله النقطه دي محسومه تماما. اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة واللحوم الحية تكفي حتى بعد عيد الأضحى، العيد اللي هو الكبير إن شاء الله. يعني إن شاء الله ده رمضان لسه كتير، وهنعدي موسم عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى إن شاء الله. ده رقم واحد. نمرة اتنين، الوزير كل يوم بيكلم أصحاب السلاسل التجارية بيسألهم عن معدلات الإقبال بتاعة المواطنين والشراء. اللي كان حصل بعد ظروف الطقس السيء كان في إقبال كبير جدا من المواطنين يوم السبت والحد والاثنين، اعتبارا من الثلاث اللي فات رجعت معدلات البيع ومعدلات اقبال المواطنين على السلاسل التجاريه ترجع للمعدلات الطبيعيه مره ثانيه. فكان في شعور القلق، ويعني هو قلق مشروع، يعني قلق مشروع، ولكن الحمد لله لما لقوا ان السلع متوفره وان الحكومه كلها من على اعلى مستوى في كل الاجتماعات الرسميه وفي كل البيانات بتاكد ان الكميات الحمد لله متوفره، اصبح عندهم هناك اطمئنان. غير كمان ان المواطن زي ما حضرتك اشرت في المقدمه لما بيروح وبيلاقي السلع موجوده على الرف بيطمن. ايوه، واداهم الوزير تعليمات مصدق مفيش رف، بس هي السلع بالفعل موجوده يا استاذ احمد موجودة. بس يمكن بعض السلوكيات الحقيقه يعني ده بقى يعني انا بحيي حضرتك على المقدمه اللي حضرتك قلتيها، ان احنا بنناشد احنا كلنا الأزمة مش هتقدرها الحكومة بمفردها، دي أزمة لازم يبقى الإعلام معانا فيها طبعا، والمواطنين أنفسهم معانا، والحكومة يعني بتقوم بالدور المنوط بيها، ولكن سلوكيات المواطنين لابد وأن تتفق مع هذه الإجراءات، لأن مفيش داعي للقلق ولا التكالب على السلع، لأن هي الحمد لله متوفرة بنسبة كبيرة جدا جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة للإجراءات يعني ألف معالي الوزير للتعامل مع التجار أو بعض ضعاف النفوس، احنا يعني بنناشدهم برضو من خلال حضرتك ان احنا دلوقتي في ظروف استثنائيه ولابد من اتباع كل التعليمات وكل القوانين اللي بتنظم عمليه التموين والتجاره الداخليه. ممنوع ان يبقى في حجب للسلع عن التداول، لا يستقيم الامر ان يبقى في يعني احتكار لبعض هذه الاصناف، او ان انا اغلي سعرها بشكل غير مبرر، او ان جودتها ما تبقاش على المستوى المطلوب. والوزير قال لو في حاجه تم ضبطها، رقم واحد بيصادر الكميات الموجوده، رقم اتنين بيضاعف الغرامة المالية، رقم ثلاثة بيسحب الترخيص أو بيقفل هذه المنشأة، رقم أربعة وده الأهم وفقا للقانون، إن كل المحاضر اللي بتحرر في هذه المخالفات وثبتت صحتها بيتم تحويلها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. طوارئ، لأن لن يتم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بمقدرات المواطن المصري أو التلاعب في قوت يومه أبدا. بكل تأكيد يعني أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، مهم جدا.